أنا بسام، توني متخرج من المدرسة. هذا أخوي فهد، طالب في الجامعة محبوب، دافور ما شاء الله عليه. وهذا حبيب قلبي عبد محمد، أبوه ما شاء الله تبارك الله يعني. أخيرا هذا فيصل، هذا عاد سالفة سالفة. ذاك اليوم توني متستلم الشهادة. هلا تمام كل تمام. لا هو ما يقدر توني متستلم الشهادة، تعرف يعني طلع مع الشباب. ايه اوكي اجي نشوفك يوم ثاني. حياك. هلا هلا يا غاد، هلا كيف حالك؟ تمام الحمد لله. وين الناس؟ والله تعرف مشغولين مع الجامعة. ايه انت وينك؟ يعني تعرف توني متخرج ومستلم الشهادة. طيب خلنا نشوفك قريب. خلاص اوكي بمرك الجامعة عشان نشوف امور التقديم وكذا. خلاص اوكي. اوكي ايه. الحمد لله تمام. كيف الإجازة؟ لا أوكي. والأهل؟ طيبين. طيب أبى أشتغل 5 ساعات بالمدرسة و... والقدرات كيف؟ قدرات 8 تحصيلي 7 ساعات. الله يبشرك بالخير. أجل شوق معي بالجامعة؟ إن شاء الله الله ييسر. لا ما عليك تيسر إن شاء الله، أنا كنت مثل خايف درجاتي أقل منك وش انطلقت. والله تريحني، تعرف الجامعة حريقة عاد صعبة و... لا ما عليك كل الوقت تيسر. شوفك موجودين والله. اه بالصور وينك الدنيا؟ وين زمان ما حد قالي فيصل. ايش يسمونك هين؟ والله الشباب هين فيني الدمام والدمام. ايه عندك ها جاي تسجل الجامعة؟ ايه جاي تسجل. كيف الشهادة؟ الحمد لله بالمدرسة جبت 95 قدرات 80 والتحصيلي حول 78. والله عندك هالنسبة وجاي هالجامعة؟ رحت جامعة المسجل فيها فهد. فهد تعرف؟ اي فهد بس وقالوا لي ما انقبل زايدين نسبة القبول ومسجلين حسنا دور. والله شوف بيني وبينك انا نسبتي اقل منك بواجب، لكن الوالد رجال مواصل وعارفه ما يقصر. بس خلي يكلمني احد من الجامعات يا سايفر. لا لا انت بها النسبة مقبول ان شاء الله من الدمعة الاولى. الزبدة الحق ترى بيسافرون. يلا اجل نشوفك خميس. ها الدنيا خلاص ان شاء الله. اوكي سلام.
اخبارك؟ والله الحمد لله. شو اخبارك انت؟ تمام البركة السيارة ما شاء الله. هدي التخرج شو الاخبار؟ خير الله يسلمك. سويت بعد ثانوية؟ والله هذا مندور من جامعة لجامعة ورد كورونا. حتى جيت تقدم انت؟ اي جيت اقدم وسمعت ان جامعة كويسة يعني. ان شاء الله درجاتنا يعني نحاول ساعدنا بالمصاريف. والله شوف انا كنت نفس الحالة. قدمت لك الجامعات ما قدرت. وجيت قدمت هنا ودفعت الفلوس وطلبت كلها كلام سهل. ايش قصدك تحاول؟ كلمت بالوالد على المصاريف يعني. قال لي شوف انا كديت عليك بالمدرسة وحاول تقول درجات. انت شو وضعك الحين؟ والله الحمد لله. الحين انا صيفي وكل شيء ماشي سهل. يلا حبيبي تابع الخدمة؟ سلام. عاد لا تقطع اوكي؟ ابشر. يلا وش غير بيت دامنا؟ هو بسام اللي كنت تدرس معنا. اي انا بسام. عرفتني؟ اي صح 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 صح. طيب شو السيارة انت؟ لا تعرف مستعجلين شوي كذا. ايه. اخباركم؟ والله الحمد لله. كيف حالكم انتم؟ تمام والله الحمد لله. كيف الجامعات ان شاء الله؟ خلينا الجامعات لكم. اخوي اللي قال لي وظيفة محترمة. ان شاء الله تعين كذا. تصدق اريح لك والله. اي والله. ها ايش صار معك الثاني؟ الله تعرف قدمنا على كل الجامعات الموجودة هنا ولا واحدة قبلتنا. ما في إلا حل واحد يعني وصراحة ما ودي فيه اللي هو الابتعاث. وأهلك إيش قالوا؟ وأهلي نفس الشيء صراحة كان ودهم إني أقعد وزي كذا. بس الله يعين. يلا يا رجال شو نسوي بعد؟ إي صح لو تعطينا رقمك بتواصل معك. سجل معك. كم؟ 05 08 77 3-3 7-8 خير إن شاء الله. يلا ادري. يلا يعطيك العافية. سلام. يقولون الغربة مرة لكن شو نسوي حددنا الدنيا مشكلة ما في إلا هالحل الله يكون بالعون دعولي بالتوفيق بسام بس